السلام عليكم كليين ديالنا، كصبحتوا نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. كما العاده اليوم الدو بياس انيق وزويون زويق جداد والثمن مناسب. شي حاجه انيقه حبيبي، جليبه معروفه كخيب دو سوا، الثمن ديالها كيدير 4000 ريال، ديجيتال، زواقه جديده، كنركز عليها في كلمه جديده. راه كما كنواعد وراه كنوفيو بالوعد. اكيد السي حسن، قلنا اليوم الجديد راه الجديد. كتكون رميز ديال 50 درهم، يعني الناس اللي اغلبيه كتقول لك مازال عندنا الامانه، مازال لا ليفغيزون، مازال حنا درنا واحد الفكره لقات واحد الاقبال، قلنا ماشي مشكل غنركزوا عليها. بحال اللي كنقولوا الرباح اللي غتربحوا في بياسر ربحوا في جوج، الكليان مستافد وحنا راه البركه ما كتخطاش الحمد لله. الوغ الثمن ديال الدو بياس غادي يكون 350 درهم فقط الا خديتيهم بجوج. اللي قالت لي عندك جلابه بغيتي غير القميص راه 200 درهم، اللي عندها قميص بغات جلابه بوحده راه 200 درهم. المعلومه راهي واضحه وضحناها في البدايه ديال الفيديو. ولكن واحد الملاحظه اخويا مهدي، اسمح لي. مرحبا خذ راحتك. بالنسبه للدو بياس اللي داز قبل كان ب 300 درهم، هذه زواقه جديده باش الناس يعرفوا. هذوك اخر بياسات بقاو فيهم سولديناهم، درنا لهم 300 درهم اللي مازال شهوته في ذوك الزواقه، راه وفرناهم. لا دابا زواقة جداد، الثمن راه زيد في المشرى وحنا راه ما زدناش في البيع، زدنا في التعامل، زدنا في الكمية، زدنا في اللوينات، زدنا في الفروجة فقط. تفضل معنا السي عزيز. ومرحبا بالمتابعين الجداد اللي تأمنوا معنا، مرحبا بالجميع. العنوان ديالنا راه الحي الحسني شارع افغانستان، البداية ديالو الرقم 50 قرب محلات الورد. غنعاودو نعطي واحد الاستفسار، اللي بغات شي معلومات ولا بغات شي حاجة، النميرات راه كاينين في أول كومونتير ولا في صندوق الوصف. ديجيتال راه غني على التعريف، كليان ديالنا ديجا كيتوصلوا للسلعه وعارفين لاكاليتي باش كنخدموا. كريب دو سوا كذلك هو مثال، جوده اولى، طرز نبات جلابه قفطان، اللي بغات ديروا حتى لبسات كشيطه راه كيجي لبسه غزال. انا غنحاول نتقل لك الزواقه الاولى باش تبان لك، ومن بعد نبرعك في اللوينات. انا حبيبي هادو لي غيور كيجيو على الطول ديالو، انا طلقتها لك دابا غير باش تشوف التناسق ديال الالوان كيفاش جا. اللي عجبات الزواقه وبغات تبدل جليبه تواصل معنا ونعطي لهم ولا بالذوق ديالها. اللي بغات تاخذ غير هذا القميص وجهوتها في شيرون خرج الجلابه باش تستافد من لابخونسيون ماشي مشكل، تواصلي معنا ونرومو لك الالوان اللي عشقتي واللي حبات خاطر. هذه كتسهيلات مع الكليان ديالنا باش نحاولوا نرضيو الجميع، هذا هو المضمون. ديجيتال راه غني على التعريف، طايح في الويد ماشي ساتان اللي تيزمر، سيد لا سوا بيغ سوا في الويد، حرير غزاله انيقه مجربينها في الخياطه. كاين اللي خيطاتها عندنا لبسه اللي دارتها قميص. حنا حاولنا نعطيكم فكره كتشجع، ونتمنى من الكليان الزوينين المتبعين الاوفياء ديالنا اللي ديجا خدات من هاد السلعه تخلي شي كومونتير زوين باش تشجع ناس اخرين المتبعين الجداد حتى هما يتقداو معنا ويبرعوا ويتلبسوا. وهذا هو المضمون. عواشر مباركه كيف العاده، حنا مقبلين ان شاء الله على سيدنا رمضان، الله يدخل علينا بالصحه والعافيه وبالطول في العمر ان شاء الله، نطلبوا الله ربي يرفع علينا هاد الوباء. دابا نبرعوك في اللوينات، قرب لي في لي ديطاي ديال لاختيكل. الكليان ديالي راه شويه عشاق وشويه غلاق وكيبغي الحاجه بالديطاي. دونك في الشاش لينا الكليان ديالنا السي حسين، هذا غير باش ناكدوا لهم اننا تنقراو كاع لي كومونتير، تنحاولوا نرضيو الجميع. اللي عجبتها الفكره والتناسق بالصحه، واللي عندها شي شهوه في شي فكره بشي ذوق اخر تواصلي معنا ونعيشوا معك الحماق ديالك ما كاينش مشكل. هذا اللوين الثاني، هذا اللوين الثالث، الصراحه راه لون تيدسي بلون شكيله كتهبل سهل اكثر، ولكن حتى الكليان ديالنا يستاهل كل الخير. الوغ بالنسبه للناس تا هما اللي كيخليو دي كومونتير على حساب الجمله، راه بيان سور كنديرو الجمله، بغيتي الديطاي، بغيتي الجمله في اي اختيك شفتيه كندوزو عندنا في المحل، بغيتي فيه الجمله مرحبا راه موجود، تواصلي معنا وغادي نعطيوك النمره ديال ليكيب اللي مكلفين بالجمله يتواصلوا معاك ويقضيو معاك الغرض. وشوف معايا عاوتاني هاد اللوينات، والله الا مرومينهم بالعشق الصراحه بالذوق الرفيع. حتى من المارياج ديال الالوان كنحاولو نتفننو ونعطيو حاجه زوينه، كي تنقولوا راه بحال تنبيعوا وجوهنا، راه مشيتوا وجيتوا، كنحاولوا نعطيو احسن ما كاين في السوق بثمن جد مناسب في المتناول ديال الجميع. المتراج راه معروف 52 على متر ونص، اللي بغات المتراج زيد تواصل معنا ونشوفوا لها الموديل واش باقي متوفر منه، ونعطيك السيميلاسيون ديالها بشحال جات. سلكاتك الله يسخر الامور. مرحبا، اغلبيه الكليان اللي كتبغي ماتشي ماتشي مع بنتها، بغات دو بياس عجبها وبغات تزيد لبنتها تواصل معنا وحنا على راه الاشاره. شوف معايا اللوين كيفاش داير، شي حاجه غزاله السي حسن لعشاق الاناقه، لوانات ربيعيين. حنا مقبلين على الربيع وعلى الصيف ان شاء الله، يعني ما تنساش لي كولور دو لا سيزون، كولور سبيسيال اللي عليهم طلب لي تري طوندونس. هذه اهم حاجه، راه كنحاولوا نركزوا على اخر صحه في الموضه باش تلبسي وانتي مبرعه وفرحانه وبالصحه والراحه. الكليان اللي كيتواصلوا حتى هما على الخياطه راه كنديروا لا كوتور، بغيتي غير شي استفسار على شي موديل التمام شحال كيتصايب تواصلي معنا، حنا على راه الاشاره ما كاينش مشكل. اللي حبات خاطركم وعندنا فيها الاستطاعه مرحبا، الف الف مرحبا.
كنعاودو نذكرو بالثمن، الجلابة 4000 والقميص 4000، إلا خديتهم بجوج 7000 ريال فقط. التوصيل في كازا كنديرو خارج كازا عبر الأمانة، حتى كتوصلك السلعة ديالك عاد كتخلصها. أمانة راه 50 درهم باش كدليفري في المغرب كامل، سواء خديتي توب واحد ولا جوج ولا ثلاثة ولا حتى ستة تواب، تيبقى الثمن هو هو. دابا نشوف واحد الزوقة حتى هي غزالة وجميلة وأنيقة. لاحظ عليا مع واحد البلوت جين كيفاش جات غزالة كتحمق. أنا حبيبي العشاق أنا تناسق رائع. بغات ديرها قفطان وترزق بهذا الموتيف بهذا اللوينات يجي غزال. بغات ديرها جليل باب المعلم ودير لها قميص بالراندة. بغات ديرها جلابة في قلب جلابة تقلبهم، دير ديجيتال على برا دير الأوني على برا، كيبقى لك أنت لو شوا بيان سور. هاد الإمبخيمي تقدري من بعد تزيديه سوزدي، تقدري من بعد تزيديه أون موسلين، كتجي شي حاجة اللي غزالة 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 بحال وجهكم. كاين عاوتاني هاد الموف كليك لوين حتى هو جميل وانيق. كي قال لكم السي حسين هذيك التشكيله راه قديمه، بقاو منها دي بيس اونيك، حاولنا نسولديهم 300 درهم باش الكليان اللي مازال شافتها في شي زواقه منهم تلبس حتى هي وتبرع. وهذا اغيبا جديد ان شاء الله مازال جاي الخير، ديما جاي الخير الحمد لله. هذا علاش كنقولوا في الفيديو ديالنا اللي خدا شي حاجه بالصحه واللي ما خداتش تاخذ فيه ما احسن. انا عاوتاني انا عاوتاني السي حسين هادي تشكيله وزواقه روعه روعه، واللوانات ديالها الخيال العلمي. الاخضر الملكي عشاق الاخضر الملكي، لوين راقي وجميل شي حاجه طوب. راه كاين اللي بغات تخيطهم حتى لبساتك شيطاج، هو لبسه غزاله. كنت نقولوا حنا ديما راه الشيء قليل حقكم، تنحاولوا نعطيو اكثر ونجيبوا محسن. هادي ديال صباح الرباح والمورا المرتاح ياك السي حسين، مرحبا. شوف معايا هاد البلو تا هو كيفاش جا، زريرق ملكي غزال انيق وجميل. قرب ليا على لي ديطاي ديال الجليبة باش يشوفوا لا كاليتي ديالها ولا كاليتي ديال الديجيتال. راه شي حاجة غزالة وانيقة والثمن ديالها 7000 ريال فقط إلا خديتيهم بجوج. خديتي الجليبة راه 200 درهم، بغيتي القميص بوحدو راه 200 درهم. العبار 2.50 أو 2.5 على متر ونص. شوف معايا الجمال هذا، شوف 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 شوف. كتسكري لنا بعد هذا اللون هذا، زرب لينا عليه السي حسين، لوين راقي راقي راقي، شي حاجة اللي غزال. أنا حبيبي شوف معايا هذو الزواقة كيفاش دايرة، أنا ما صبرتش لها الصراحة، بغيت نطلقها باش الكليان ديالنا يشوفوا الزواقة ديالها كيفاش دايرة. شي حاجة اللي غزالة 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 الصراحة. ديجيتال تي أنا عمي حسين، شوف معايا الزواقة كيفاش دايرة. حاجة اللي غزالة أنا حبيبي، مارياج رائع، تناسق لا يعلى عليه، زويقة غزالة، متراج وافي، ثمن في المتناول، الهوتة مع أتواب جي جي، بغينا كلشي يتبرع كلشي يلبس، العواشر مباركة لنا أجمعين إن شاء الله بالصحة والعافية، كلياناتي حباباتي خالاتي عماتي كلشي عائلتنا كاملة مرحبا بالجميع. علاش كنقولوا اللي خدا شي حاجة بالصحة واللي ما خداتش غتاخذ بما احسن ان شاء الله. شوف معايا عاوتاني هذا الشكيل، هذا شكيل راقي حتى هو وتخي طوندونس، عشاق الالوان الداكنه. ما تنساش راه علاش علاش حتى كلا عجبتها شي وحده الزواقه وبغات لها الجلابه ديالها تبدلها، راه كتبدل. هذه راه يمشي مع ان بيج، يمشي مع مسكي، يمشي مع كريمي حمامي، كيف ما عشقتي دو بيس ديالك تواصلي معنا وحنا على راه الاشاره. هو اطلاله جميله هذا الصباح، هذا صباحكم مبروك. اللي خدات شي حاجه بالصحه، اللي عندها شي استفسار ولا شافت شي موديل قديم وما خداتش منه ومازال شاوتها فيه، سكرين الموديل ديالك تواصلي معنا على الخاص. اغلبيه الكليان كيتواصلوا على الفيديوهات قدام، حاولي ديزابوني وتابوني من جديد وفعلي الجرس باش تكوني مع الجديد، ما تفلتيش الفرصه. الله يسهل على الجميع.